تتحارب الدول على اختراعاته وينتظرون أحداثها لحظة بلحظة، لأن مستقبل العالم بين يدي. لو سألت أحدهم عما يشغل الناس هذه الأيام، قد تحصل على إجابات مثل التكنولوجيا، الطاقة، السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم. إذن أنت الآن في ملعب عالم الكيمياء المغربي رشيد اليزامي، الذي يستفيد من اختراعاته المليارات من الأشخاص حول العالم، والرجل الذي اكتشف القطب السالب للبطاريات القابلة للشحن، والذي بفضله أنت الآن تشاهدنا من جهازك المحمول. عندما وصل إلى اكتشافه، قال له رئيس إحدى كبرى الشركات العالمية: أنت تضيع وقتك. ليدخل في حالة اكتئاب لم يخرج منها إلا ومعه براءة اختراع لم ولن تكون الأخيرة. الأشخاص الثلاثة الذين ساهموا باختراع بطاريات الليثيوم حصلوا على جائزة نوبل. فلماذا حرم منها اليزامي؟ وما هو اختراعه الذي يعمل عليه ويحدث ثورة في العالم؟ تابعونا في هذا الفيديو المليء بالمعلومات الشيقة والجديدة لنخبركم بكامل الحكاية. لكن كالعادة وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في 16 من أبريل عام 1953 استقبلت عائلة اليزامي مولودها الجديد لينضم إلى إخوته الستة. كان طفلا فضوليا أكثر من إخوته وأقرانه. في سن العاشرة كان يذهب لجمع الصخور وإحضارها إلى المنزل لتحليل تركيباتها. بعد سنوات قليلة تضاءل اهتمامه بعلوم الجيولوجيا، وأبدى اهتماما واسعا نحو الكيمياء، وبدأ بتجارب صغيرة تقوم على دمج بعض المركبات. في المدرسة الثانوية لاحظ الأساتذة عليه شغفه بالعلم والاستكشاف، وكانت نقطة التحول في حياته عندما أشار له معلمه بإصبعه قائلا: يا رشيد، ستكون كيميائيا. ومنذ تلك اللحظة ربط اليزامي جميع أحلامه بكل ما هو متعلق بهذا الاختصاص. في ثانويتي مولاي رشيد ومولاي إدريس تلقى تعليمه في المراحل الأولى. بعد تخرجه من الثانوية انتقل إلى الرباط والتحق بكلية العلوم في جامعة محمد الخامس، لكنه لم يمكث سوى عام واحد حتى قرر الانتقال إلى فرنسا. درس هناك في معهد غرونوبل للتكنولوجيا عام 1978، وبعد أقل من 7 سنوات حصل على درجة الدكتوراه. ثم انضم اليزامي في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، ارتقى فيها بالرتب حتى أصبح مدير المركز في عام 1998، وهو المنصب الذي شغله على مدار 40 عاما الماضية. خلال الفترة التي قضاها في CNRS استغل فرص السفر والبحث في أماكن جديدة. قضى عاما في اليابان و10 سنوات في الولايات المتحدة، عمل فيها مع ناسا وكالتيك. في عام 2010 انضم إلى جامعة نانيانغ التكنولوجية NTU في سنغافورة كأستاذ زائر في علوم المواد، وعمل إلى جانب كوكبة من العلماء من فرنسا واليابان وأمريكا والمغرب. تمكن خلال عمله من تحقيق 150 براءة اختراع، وشارك في تأليف نحو 230 ورقة علمية. تتناول أبحاثه الحالية بطاريات الليثيوم وتقنيات البطاريات المستقبلية ما وراء الليثيوم، بما في ذلك بطاريات الهواء المعدنية والقلوية ذات الأنود السائل وبطاريات أيون الفلورايد. اختراعات وأوسمة. عندما وصل اليزامي إلى اكتشاف أنود الجرافيت لأول مرة، قام بتقديم فكرته في اجتماع دولي في فرنسا، لكن رئيس إحدى الشركات الكبرى أخبره بوضوح أنه لا توجد إمكانية تجارية لاختراعه، وقال له: أنت تضيع وقتك. بعد هذا اللقاء أحبط اليزامي ودخل في حالة اكتئاب، ولكنه قرر أن يعمل جاهداً ويثبت صحة نظريته. في عام 1980 أصبح اليزامي أول عالم يؤسس الإقحام العكسي للليثيوم في الجرافيت في خلية كهروكيميائية باستخدام إلكتروليت بوليمر. وفي النهاية وصل إلى اختراعه أنود الجرافيت المستخدم الآن في بطاريات أيونات الليثيوم التجارية، التي وصل سوقها في العالم اليوم إلى أكثر من 158 مليار دولار. عمل اليزامي أيضاً على أشكال أخرى من مواد الجرافيت لتطبيق الكاثود في بطاريات الليثيوم، بما في ذلك أكسيد الجرافيت وفلوريد الجرافيت.
وقبل أشهر حطم رشيد اليزامي كل الأرقام القياسية بعد أن وصل إلى سرعة شحن بطاريات بوقت غير متوقع من خلال تقنية جديدة أسماها الفولت غير الخطي، تعمل على تدبير تيار الكهرباء في البطارية بدلاً من التركيز على ضغطها الكهربائي. فالطريقة التقليدية للشحن تتطلب نحو نصف ساعة لتعبئة من 20 إلى 80%، أما تقنية اليزامي الجديدة لن تحتاج سوى 5 دقائق لشحن البطارية بشكل كامل. ويمكن أن تعمل هذه التقنية على جميع أنواع بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية. ويعمل اليزامي حالياً على مشروع استبدال الليثيوم بمادة أخرى وهي الفلور، وذلك لكونها متوفرة بشكل أكبر وتكلفة استخراجها منخفضة. حصل اليزامي خلال مسيرته على عشرات الجوائز، أبرزها جائزة تكريم للإنجاز العلمي والتكنولوجي التي صنفته كأفضل عالم عربي، والوسام الملكي للكفاءة الفكرية من ملك المغرب، وجائزة محمد بن راشد للتميز العلمي في الإمارات، بالإضافة إلى جائزة درابر التي تعادل جائزة نوبل في الهندسة، ويربح الفائز بها جائزة قدرها 500,000 دولار. لكن لماذا لم يفز اليزامي بجائزة نوبل ولماذا حرم منها؟ في أكتوبر عام 2019 حصل اختراع بطاريات إيون الليثيوم على جائزة نوبل للكيمياء. حصل على الجائزة 3 أشخاص ساهموا باختراع البطارية، وهم من جامعة تكساس العالم جون غودينوف، ومن جامعة نيويورك ستانلي ويتينغهام، ومن اليابان جاء اسم العالم أكيرا يوسينو. لكن اللجنة أغفلت أهمية أنود الجرافيت العامل الذي اخترعه اليزامي، ونظراً لقيود جائزة نوبل والتي تمنح فقط لأكثر 3 أشخاص ساهموا في البحث العلمي والأكثر إنتاجاً خلال البحث، فكان على اللجنة اتخاذ قرار صعب للغاية، وتم استبعاد اليزامي في نهاية الأمر من القائمة. يجري اليزامي حالياً محادثات مع مستثمرين من أنحاء العالم لإنشاء معملين في المغرب، الأول سيكون مخصصاً لصنع بطاريات الليثيوم، والمعمل الثاني لصناعة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية. يؤمن اليزامي أن هذه المشاريع وغيرها ستحدث قفزة في صناعات المغرب المحلية والموجهة إلى العالم الخارجي. فهل سمعت عن اليزامي من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنه. للمزيد شاهد من هنا أينشتاين الجزائر بالقاسم حبة، والمخترع الجزائري الذي يتحارب عليه العالم كريم زغيب.